في إطار محاربة الإجرام بشتى أنواعه، لا سيما القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأقراص المهلوسة، تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي أثناء قيامهم بتفتيش دقيق لحافلة نقل المسافرين متجهة إلى إحدى ولايات الشمال من توقيف شخصين مشتبه فيهما رجل وامرأة بحوزتهما كمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 18870 كبسولة نوع بريغابارين 300 ميلي جرام مخبأة بإحكام داخل حقائبهما. الكمية كانت موجهة لإغراق إحدى الولايات الشمالية للوطن. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسي خليفة فتحت تحقيقا في القضية، وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.